وزنيقة 22 يناير 2022. إن أعضاء لجنة التأهيل الوطنية المجتمعين في إطار المؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي قد عقدوا في البداية اجتماعا مع الكاتب الأول الذي سلمه مجموع الترشيحات التي تلقاها بخصوص الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ورغم تنوع أشكال تقديم الترشيحات والأساليب التي تمت بها، فإن الكاتب الأول حرص على تسليمها كاملة. يتعلق الأمر بكل من السيدة والسادة عبد الكريم بن عتيق، حسناء أبو زيد، طارق سلام، شكرا أمام، محمد بوكري، وعبد المجيد مومر. وقد أوصى الكاتب الأول بضرورة اعتماد الليونة في تطبيق شروط الترشيح للكتابة الأولى بما يخدم انفتاح المؤتمر على كل الترشيحات، وخاصة من ذلك تأكيد ما سبق أن صرح به من ضرورة منح صفة مؤتمر لكل مترشح. وعلى إثر مصادقة المؤتمر على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، تلقت لجنة التأهيل الوطنية ترشح إدريس جقر في شكل ملف متكامل. وبعد ذلك اجتمعت لجنة التأهيل الوطنية لتدارس الملفات، حيث وقفت في البداية على كون الترشيحات مقسمة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى قدمت ترشيحها بطريقة رسمية على طريق مراسلة الكاتب الأول أو تقديمها مباشرة لرئاسة المؤتمر، ويتعلق الأمر بكل من عبد الكريم بن عتيق، حسناء أبو زيد، شكرا أمام، ودريس الجقر. المجموعة الثانية قدمت ترشيحها على طريق تطبيق الواتساب، ويتعلق الأمر بكل من محمد بوكري، طارق سلام، وعبد المجيد مومر. وبعد التداول في كل ملف على حدة، خلصت اللجنة إلى ما يلي. أولا بخصوص ترشيح عبد الكريم بن عتيق، تأكدت اللجنة من توفر شروط الترشيح كما هي منصوص عليها في قوانين الحزب، فقامت بالتواصل معه بخصوص ما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام حول سحبه لترشيحه، حيث أكد لها ذلك. وعليه قامت اللجنة بسحب اسم عبد الكريم بن عتيق من لائحة الترشيحات. ثانيا بخصوص ترشيح حسناء أبو زيد، تبين للجنة أنه رغم توفر بعض الشروط دون غيرها، ورغم ما سبق أن صرح به الكاتب الأول بمنح صفة مؤتمر لكل المترشحات والمترشحين، وبعد تصفح لوائح الحاضرات والحاضرين للمؤتمر بمختلف المنصات بما فيها المنصة المركزية التي كانت مفتوحة حتى للإعلام الوطني، مما يطرح التساؤل حول الترشيح لقيادة الحزب الوطني وعدم الحضور في مؤتمره والمشاركة فيه، تبين أنها لم تحضر لمواكبة أشغال المؤتمر، وعليه يتعين سحب اسم حسناء أبو زيد من لائحة مترشحات. بخصوص ترشيح محمد بوكري، تبين لأعضاء لجنة التأهيل الوطنية أن المعني لم يقدم طلبا للترشيح بالمعنى المتعارف عليه، ولكن مجرد مراسلة عبر تطبيق واتساب، عقبها إبلاغ الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني شفويا. ورغم أن المرشح يكتسب صفة مؤتمر، فإن تصفح لوائح الحاضرات والحاضرون بمختلف المنصات بينت أنه لم يحضر لمواكبة أشغال المؤتمر، وقد تم التواصل معه حيث صرح بسحب ترشيحه، وعليه يتعين سحب اسم محمد بوكري من لائحة الترشيحات. بخصوص ترشيح طارق سلم، إن اللجنة اعتبرت أن المرشح تتوفر لديه كافة الشروط المطلوبة لاعتماد ترشيحه، رغم أنه تم التوصل بالترشح عن تطبيق الواتساب فقط، كما أن اللجنة وقفت عند مواكبته لأشغال المؤتمر وبالشكل الذي يبين رغبته في تأكيد ترشيحه. لذا فإن اللجنة احتفظت باسم طارق سلام ضمن لائحة مترشحين. خامسا بخصوص ترشيح شكرا أمل، تبين للجنة توفر الشروط المطلوبة لقبول ترشحه الذي تأكد من خلال حضوره لمتابعة أشغال المؤتمر الوطني، وقد تم التواصل معه حيث صرح أنه يسحب ترشيحه، وعليه قامت اللجنة بسحب اسم شكرا أمام من لائحة الترشيحات. سادسا بخصوص ترشيح عبد المجيد مومر،
وقفت اللجنة عن ترشحه عن طريق تطبيق الواتساب دون إرفاق ذلك بأي ملف أو وثيقة، ونظرا لعدم توفر الشروط المطلوبة لقبول ترشيحه فإن اللجنة تسحب اسم عبد المجيد مومن من لائحة المترشحين. بخصوص ترشيح إدريس الجقر، وقفت اللجنة عند الملف المتكامل الذي قدمه للترشيح في الكتابة الأولى، والذي يتبين منه أن كل الشروط المطلوبة لقبول الترشيح متوفرة مما يسمح بتسجيل اسمه ضمن لائحة المترشحين المقبولين. لكل هذه الأسباب وبعد التداول في كل ملف على حدة، فإن لجنة التأهيل الوطنية توصي بما يلي: المصادقة على محضر لجنة التأهيل الوطنية الذي خلص إلى ما يلي: أولا، سحب أسماء كل من عبد الكريم بن عتيق، محمد بوكري، شكرا أمام، نظرا لسحب ترشيحاتهم. ثانيا، سحب اسم حسناء أبو زيد وعبد المجيد مومر. ثالثا، الاحتفاظ بترشيح كل من طارق سلام ودريس الجقر. شكرا. شكرا.